بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على هذه النتيجة اللي أيضا كنا نتمنى أنه نخرج بثلاث نقاط مهمة أمام فريق النصر. نسعد هذه الجماهير الكبيرة والغفيرة اللي زحفت مبكرا إلى ملعب المدينة، لكن الحمد لله يعني الجميع يعلم أنه هذه هي المباراة الرسمية الأولى لفريق الشرطة بعد مرحلة الإعداد، عكس ما موجود فريق النصر اللي أولا مدجج بالنجوم، ثانيا يخوض مرحلة منافسات على أمل إن شاء الله نكون إن شاء الله المباراة الهلال القادمة باستعداد أفضل، على اعتبار أنه راح ندخل مرحلة مباريات الدوري إن شاء الله. والله رجال الشرطة يعني دائما هم متعودين على الصعاب، فبالتالي إن شاء الله نكون مستعدين للمباراة القادمة، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.